دكتور توفيق، بدنا كم حبة لغزة، كم حبة جافلين وولا وستينجر للمقاومة في غزة، ما هناك كمان في احتلال. صحيح، نعم، هذه فعلا أخي الكريم هذا ازدواجية المعارم. وأنا الحقيقة أنت يعني هذا هذه ملاحظة ممتازة جدا اللي تفضل فيها أخي الأستاذ علاء، أنه لما نحكي إحنا عن الأزمة الروسية والحرب الروسية على أوكرانيا والمهاجرين واللي بيقوم والقتل والذبح والقتل الجماعي اللي تقوم فيه روسيا على المواطنين، يجب أن نتحدث أيضا عن غزة وما قامت به إسرائيل ودولة الاحتلال الصهيوني. ما شفنا لا قدموا لنا أسلحة، بل حاصروا ووقفوا مع يا دكتور يا دكتور دكتور ما أنت حبيبنا على الفيسبوك، إذا كتبت كلمة مقاومة اليوم بطير حسابك، بس كلمة مقاومة منيح رجعوا عم استخدموها لكلمة مقاومة الآن بأوكرانيا. نعم صحيح، ويستخدمون الآن حتى القنابل المولوتوف، يعني الكزازات المولوتوف، هذا كله صناعة فلسطينية هناك. هذا المقاومة ما عادت كلمة مقاومة إرهاب، يعني بطلت إرهاب كلمة مقاومة الحمد لله. صحيح، نعم، هناك ملاحقة، هناك من الفيسبوك، هناك من الميديا، هناك ملاحقة، ولكن يجب علينا نحن كإعلاميين وأنتم كمؤسسات يجب أن نلقى البدائل حتى أنه الكلمة تبقى وأن المشاهد يعرف ما يدور في أحداث العالم. عندنا قضية عادية، نحن كشعب فلسطيني إحنا عندنا روايتنا هي الصح، الرواية الصهيونية هي الرواية الكاذبة، فيجب علينا كفلسطينيين وشعوب وعالم شعوب مظلومة علينا أن دائما أن نجد البدائل ولا نستسلم للفيسبوك ولا لتويتر ولا بعض التواصل الاجتماعي. هناك عدة طرق ممكن أن نوصل الحقيقة ونوصل الكلمة للعالم حتى يعرف حقيقة ما يدور في هذا جميل العالم. جدا دكتور، أريد أن أختم معك.